اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا اليوم إن شاء الله احنا متجهين إلى أقرب نقطة حدودية مع العراق، وهي نقطة العبدلي الحدودية، وهناك في تجمع إن شاء الله هذه السنة أول سنة يكون تجمع للموالين والمحبين والشيعة اللي ما قدروا يروحون يزورون أبا عبد الله الحسين سلام الله عليه، أو ما قدروا يمشون للإمام، فقرروا الجماعة إن شاء الله أن تكون النقطة هذه نقطة لزيارة أبا عبد الله الحسين ومواساة لمولاتي السيدة زينب سلام الله عليها. إذا شئت النجاة فزر حسينيًا وقرب الباب بالمقلتين يا حسين. هذا المجلس مو رسمي، هذا حسيني، هذا علوي. وقبل بابه بالمقلتين وعفر وجنتيك بترب قبرين لكي تلقى الإله قرير عيني، فإن النار ليس تمس جسميا، تقرب للضريح بخطوتين ووفق للتيمم من صعيد عليه غبار زوار الحسين. أزور سيدي ومولاي الحسين لي ونيابة عن والدي وإخواني وأخواتي ولمن له حق علي وللمؤمنين والمؤمنات ولزوار الحسين جميعا قربة إلى الله. السلام على ولي الله وحبيبه، السلام على خليل الله ونجيبه، السلام على صفي الله وابني صفيه، السلام على الحسين المظلوم. يا حسين الشهيد، السلام على أسير الكربايات وقتيل العبايات. الإمام الرضا يقول إن مصيبة جدي الحسين اقرحت جفوننا وأذلت عزيزنا، الذل المادي والمعنوي.
سلام على الحسين المظلوم الشهيد، السلام على أسير الكربات وقتيل العبرات. اللهم إني أشهد أنه وليك وابن وليك وصفيك وابن صفيك، الفائز بكرامتك، أكرمته بالشهادة وحبوته بالسعادة واجتبيته بطيب الولادة وجعلته سيدا من السادة وقائدا من القادة وذائدا من الذادة، وأعطيته مواريث الأنبياء وجعلته حجة على خلقك من الأوصياء، فأعذر في الدعاء ومنح النصح وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة. وقد توازر عليه من غرته الدنيا وباع حظه بالأرذل الأدنى وشرى آخرته بالثمن الأوكس وتغطرسه وتردى في هواه وأسخطك وأسخط نبيك وأطاعه من عبادك أهل الشقاق والنفاق وحملة الأوزار المستوجبين النار، فجاهدهم فيك صابرا محتسبا حتى سفك في طاعتك دمه واستبيح حريمه. اللهم فلعنهم لعنا وبيلا وعذبهم عذابا أليما. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن سيد الأوصياء، أشهد أنك أمين الله وابن أمين. عشت سعيدا ومضيت حميدا ومت فقيدا مظلوما شهيدا، وأشهد أن الله منجز ما وعدك ومهلك من خذلك ومعذب من قتلك، وأشهد أنك وفيت بعهد الله وجاهدت في سبيلي حتى أتاك اليقين. فلعن الله من قتلك، ولعن الله من ظلمك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. اللهم إني أشهدك أني ولي لمن والاه. هلا 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 بعد وليان وعدوان لمن عاد بأبي أنت وأمي. يا ابن رسول الله أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجزك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهم من المدلهمات، ولم تلبسك المدلهمات من ثيابها. وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المسلمين ومعقل المؤمنين، وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي، وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدعاء
الدنيا، وأشهد أني بكم مؤمن وبإيامكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي، وقلبي لقلبكم سلف، وأمري لأمركم متبع، ونصرتي لكم معدة حتى يأذن الله لكم، فمعكم معكم لا مع عدوكم، صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وأجسادكم وشاهدكم وغائبكم وظاهركم وباطنكم، آمين رب العالمين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أبي الفضل العباس وعلى أنصار الحسين. كلمة أخيرة، كل مجلس مستمر، القائمين جزاهم الله خير الجزاء، البذرة وحبيبنا وعزيزنا سماحة الشيخ هاني شعبان جزاه الله هو وإخوته خيرا. بس أرد أقول اليوم زينب اجت إلى قبر الحسين، اليوم اجت زينب تنظر إلى النساء ينظرون إلى زينب، تبكي يبكن وياها، تسكت يسكتن وياها. شافت القبور، زينب ما دفن الحسين، دفنت بيدها، تركته جثة بلا رأس، رمت بنفسها 84 يتيم ويتيمة. جوها زينب وين اجت؟ رمت بنفسها على قبر الحسين. قالوا لها اسمع الكلمة وارد انزل حتى يصعد سماحة الشيخ، قالوا لها يا ابنة علي كيف عرفتي هذا قبر اخوك؟ انت لا غسلتي ولا دفنتي ولا حنطتي ولا حضرتي الدفن. صاحت شم ريحته وعرفت قبره، خويا شم ريحته وعرفت قبره، ريحة علي وامي الزهرة، جيت اردشم قبره وخبره، صبري تكسر مثل صدره، صبري تكسر مثل صدره. يحفر زين العابدين القبر، زينب تفتح صره، يفوح منها شيء اطيب من المسك والعنبر، واذا به راس الحسين تحتضنه، تريد تطي زين العابدين، راح يدفنه 40 يوم وياها. تقل اريد الاخوات صرخه صرخه بهالصحراء، تقل يا ابن مريم نزل بلحتك يا حسين، يا ابن مريم نزل بلحتك او خدي احط فوق خدك، خاف ان تنام الليل وحدك. قل اخويا الناس تفقد واحد اثنين، وانا وقدت يا ناس سبعين، غير البطل عباس وحسين. لا وين يا ريحة اهلنا تخلونا وتمشون عنا، يا اهل الشيم واهل المحنة ترجعون لو نقطع الظن. احنا اليوم طلعنا في هذا المكان لكي نقول بعض الله. اليوم الملايين الزوار جايين يا ابو علي يتمسحون بضريحك، وبس احنا اللي ظنينا يا ابو علي. ابو علي المشايب شغلك، بس احنا اللي ظلينا ابو علي. ابو علي احنا تركنا بيوتنا صادقين وياك سيدي،
جايين الى ابعد حد. نقول اذا ما وصلتك اقدامنا لكن ارواحنا وياك ابو علي. بخاطرنا ننجل كربلاء. بخاطرنا نطوف. بخاطرنا نمشي. بخاطرنا نبكي. بخاطرنا نولى اليوم ويا زينب. اذا بخاطركم تروحون وتبوني اوديكم بسم الله، يلا خل نروح كربلاء كلنا اليوم ننشد خبر عنك يا طرف الغرية. يقولون عندك فتت حسين. يا الله 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 حسين. يقولون عندك ما بقى شيخ ولا شاب. هذه اخبار كربلاء اليوم، هذه اخبار كربلاء. اللي يطب كربلاء الزوار يسال يقول صدق يا كربلاء هذا اللي صار ويا الحسين؟ هذا اللي صار ويا ابو علي؟ يقولون عندك ما بقى شيخين ولا شاب حتى رضي احسن قال ضمن العطايش دار. وبساعة واحدة راس بي انت المرتضى شار. من بعد عزها لبستي ثيابي الرزية حسين. حسين 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 أخبار عنك وصلت، أخبار عنك وصلت ما تشرح البال. يقولون أبو محمد وآل محمد. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أعزائي المشاهدين، في هذه النقطة، النقطة الحدودية، أقرب نقطة حدودية مع العراق، لنزور سيد شباب أهل الجنة الإمام الحسين بن علي عليه السلام وهذه الجموع الطاهرة الموالية التي أتت وخرجت من ديارها وخرجت من بيوتها لتعزي صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف في هذا المكان وهذا الجمع. الرواديد، الطبخ، المضايف كلها مستعدة وياية وحاضرة يوم الأربعين في هذا المكان في الصحراء لننعي الحسين سلام الله عليه. أخواني، إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة، كلنا فداء للحسين. وهنا الصورة اكتملت
للفداء لأبا عبد الله الحسين سلام الله عليه. إلى أن نلقاكم، مع السلامة.